السلام عليكم المشاهدين، كديرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد المسمنه عامره على شكل بسطيله، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما تشوفوا هنا عندي العجين ديال المسمن، وهنا عندي شعريه الشينوا مع شويه الزيتون والبصله مشحرين بالتوابل، وخزو كذلك، والحوت كلهم المشاهدين شحرتهم ودرت فيهم التوابل وشويه القزبر ومعدنوس. وهنا عندي شويه الزيت والزبده، ودابا غندير المسمن ديالي على شكل كويرات، نشكلو على شكل كويرات. وبقاو معايا المشاهدين حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا هذه المسمنه كيفاش كتجي. كتجي رائعه رائعه، المذاق ديالها زوين بزاف المشاهدين، وكتجي هشيشه. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم المشاهدين على المتابعه ديالكم وعلى المشاهده. وبقاو معايا المشاهدين كما قلت لكم حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا هاد المسمنه كيفاش كتجي. كتجي بنينه بنينه بزاف، وشكرا لكم، وبقاو مع الفيديو.
كتشوفوا المشاهدين بعد ما شاركت معكم المسمنه غنشارك معكم واحد الفلو كذلك اللي تيجي المذاق ديالو بنين بزاف. هنايا كما كتشوفوا عندي نص سترو ديال الحليب وكنحتاج واحد الساشيه ديال الفلون. هنا المشاهدين انا عندي هاد الفلون ديال نينيوس كيجي زوين مكيجيش مجمد بزاف كيعجبني. وانتم اي فلون عندكم المشاهدين ديروه. صافي كنشد الحليب والفلون تنزيد عليه واحد شويه ديال السنيده. السنيده المشاهدين على حسب الذوق كيبغي حلو بزاف ما كيبغيش الحلاوه. انا درت غير شويه. صافي كنشد نخلط داكشي مزيان. هنا كنزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال كولاكاو وحده ولا جوج. صافي المشاهدين كنحرك داك الخليط مزيان وكنديرو على النار حتى يعقد. ومن بعد عندي كويسات تما دايره فيهم كما غادي تشوفوا معايا من بعد غادي ناخذ كويسات دايره فيهم شويه ديال البنان ودايره فيهم شويه ديال البسكويت. هانتوما كما تشوفوا قطعات ديال البنان. وغادي ناخذ هنايا عندي انا اختاريت داك اوريو وانتوما اي بسكوي عندكم ديروها المشاهدين بهاد اوريو كيجي زوين مع فيه الشوكولات. صافي غندير طريفه ديال اوريو مع البنان. صافي وغادي ندير الخليط ديالي فوق النار حتى تيعقد وغادي نديرو في كويسات وغادي نخليه حتى تيبرد ونقدمه معكم. وبقاو معايا المشاهدين حتى النهايه ديال الفيديو باش تشوفوا هاد التحليه كيفاش كتجي كيجي زوين هاد الفلون. ونتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم المشاهدين على المتابعه ديالكم وشكرا لكم بزاف.